واخيرا اني راح اوصل. اوه هاي شنو؟ يا ساتر يا عيال هاي شنو؟ لحظة خلي نشوف متاهة الحجر السعر 1 ديرهم. وات؟ متاهة الحجر موجودة بهذا المكان. طيب اذا متاهة الحجر هاي شنو؟ هاي متاهة الايرون السعر 5 بلوكات دايموند. واو والله غالية. طيب يا عيال لا والله مستحيل، متاهة النذرايت، والله شكلها متاهة النذرايت. لحظة اوه يا عيال والله داخلها شغلات رهيبة. طيب خلينا نشوف شنو اسمها. متاهة النذرايت السعر 10 بلوكات ايميرالد. واو والله غالية كثير يا عيال. طيب اني ما عندي 10 بلوكات نذرايت، قصدي 10 بلوكات ايميرالد ما عندي، ولا عندي بلوكات الدايموند. طيب بلوكات دايموند؟ اي والله بلوكات دايموند ما عندي. طيب هاي كم السعر؟ خلي اتاكد. متاهة الحجر الفقير السعر 1 ديرهم. وات؟ 1 ديرهم يا عيال والله رخيصة. شنو رأيكم نستكشفها؟ اوكي خلي اجيب. اوه والله بلوكة الديرت موجودة بهذا المكان. اوكي نكسر بلوكة الديرت. يس بلوكة الديرت الديرتي، بلوكة الديرت الاسطوري. خلي نشوف شنو اسمه. تشوفون اسمه ديرت. خلي ناخذها ونروح بأسرع وقت. شنو نركض؟ نركض بهاي الطريقة يا عيال. السرعة القصوى. وصلت. وي الله وصلنا الحمد لله. نخلي بلوكة الديرت هنا ونقول وي دخلي. اوه والله جبت. هاي شنو؟ وات؟ حبة دايموند يا عيال. شكله اكو واحد غني بالمدينة، بدل ما يحط ديرت حط حبة دايموند. واو لا لا اني ما اسرق يا عيال، اني مستحيل اسرق، اني دفعت ديرت، السعر يقول ديرت، خليت ديرت. يلا خلي ندخل ونشوف شنو موجود يا عيال. واو يا عيال والله التصميم كلش حلو. اوكي شنو موجود بنهاية هاي المتاهة؟ وات؟ الطريق مغلق. اوكي الطريق الثاني يا عيال، اني ما بدي يطلع فخ، مو فخ لو مو فخ. شنو؟ الطريق مغلق؟ يا عيال شلون؟ شلون؟ لحظة. اوكي اني دخلت من هنا، اجيت من هنا، هذا مغلق. وهذا ايضا لا تقول لي. اكو طريق. اوه صندوق. اوكي يلا خليني نفتح الصندوق. 3 2 1. شنو؟ ايرون بيكاكس. هاي لحظة اني دفعت حبة ديرت وربحت بيكاكس. طيب شنو راح اسوي بهذا البيكاكس يا عيال؟ خلينا نطلع يا عيال، يمكن الى علاقة بالمتاهة الثانية. خلونا نكتشف هذه المتاهات كلنا يا عيال. اوكي شنو مكتوب؟ متاهة الايرون السعر 5 بلوكات دايموند. طيب بلوكات الدايموند انا من وين راح اجيبني يا عيال؟ اروح الكوكب الدايموند؟ مستحيل. هاي شنو؟ اوه بلوك الدايموند وعندي بكاكس الايرون. يا عيال والله بديت استوعب وبديت افتهم شنو اللي جاي يصير. لازم نجيب بلوكات الدايموند يا عيال. تمام باسرع وقت. هاي بلوكات الدايموند، انا احتاج 5 بلوكات. طيب الحين بدي لا تقولي هاي بلوكات دايموند. لحظة يا عيال. اي والله بلوكات دايموند يا عيال، والله العظيم ماني فرحان كلش. اوكي خلي راح نجيب هاي بلوكات الدايموند يا اوجا. هاي البلوكة الثانية وهاي البلوكة الثالثة وهاي البلوكة الرابعة يا عيال. تمام نكسر البلوكة الرابعة يا عيال بأسرع وقت. وهاي البلوكة الخامسة. تمام اوكي صار شنو؟ 1 2 3 4. والله اني كسرت 5. هاي ما اخذتها. الحمد لله وشكر ما حد شاف. صار عندي 5 بلوكات ستاكات دايموند. ايش انا قصدي 5 بلوكات دايموند. خلي نروح ندفع هنا. هاي شنو؟ وات؟ هذا سلم. منو حطه هنا؟ والله ما اتذكر. وي الله حلوه هاي الحركه يا اوجا، حلوه. تمام الحين بدي ادفع السعر اللي هو 5 ستاكات، قصدي 5 بلوكات دايموند بهذا المكان. 1 2 3 4 5 يا عيال. 5 بلوكات دايموند مثل ما طل. هاي حبة الدايموند من وين اجت؟
والله شكله أكو واحد غني أيضا خلى حبة دايمود بس ما يقدر يدخل لأنه السعر 5 بلوكات مو حبة واحدة. تمام الحين خلي ندخل ونقول بسم الله يا عيال ونستكشف المتاهة. هاي أكبر، هاي صغيرة كبيرة عملاقة. طيب ندخل ونشوف شنو اللي موجود يا عيال. او ماي جاد والله المتاهة ضعت. من وين انا اجيت؟ منها مو وي الطريق مغلق. لا 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 يا اوغا لا، من فين بدي اروح انا؟ اوكي ما فيش مكان اخش من خلاله يا عيال، ماكو طريق، ما في طريق يا عيال، والله ما في طريق. طيب بدي اروح، ابغى اروح من هنا يا عيال. يا عيال من فين اروح؟ ما في طريق والله، ما كله مغلق، كل الطرق خاطئة يا عيال. والله المتاهة يا عيال ما شاء الله ضعت اني. هاي المتاهة الثانية وما قدرت احلها. اوكي نكمل الطريق يا عيال. اوكي نجي من هنا يا رب حتى ما اقدر اغش. ما ابغى اغش يا عيال، انا ما ابغى اغش عشان ما وصلت. واو يا عفو الله يا ويلي يا عيال، انا بغيت افوز وفزت. 5 ستاكات لحظة، 1 2 3 4 5 6 ستاكات بلو 6 ستاكات حبات ايميرالد. واو يا عيال انا اسطورة دلوقتي. شنو دلوقتي؟ الحين انا اسطورة. طيب اني اجيت لهذا المكان، طيب الحين كيف اغادر؟ لازم نبحث عن الطريق يا عيال، لازم نبحث عن الطريق اللي انا اجيت منه يا عيال. بدي ارجع. لا تقول لي راح ابقى هنا طول النهار، ما بدي ابقى هنا يا عيال. شنو ابغى؟ ما بدي ابقى هنا يا عيال. تمام من فين انا بدي اغادر؟ من فين بدي اروح؟ من فين بدي؟ يا ويلي يا عيال والله المتاهة ضخمة وعملاقة. وصلت. يا عيال هاني اسطورة المتاهات، انا اسطورة المتاهات. طيب المتاهة الأولى كملناها واكتشفنا داخلها هذه البيكاكس، المتاهة الثانية لقينا داخلها إيميرالد، مع العلم شيء غريب، آيرون يعطيك إيميرالد؟ أوكي، المتاهة الأخيرة وش فيها؟ خلونا نكتشف. هذا آيرون وهذا نذرايت. طيب متاهتنا الأسطورية الأخيرة تقول متاهة النذرايت، السعر 10 بلوكات إيميرالد. طيب أنا عندي إيميرالد. فهمت يا عيال. اوكي الحين انا ابغى شجرة، اي شجرة تشوفون، ابغى شجرة عشان اصنع كرافتنج تيبل. اوكي ابغى اصنع كرافتنج تيبل الحين عشان اصنع بلوكات الاميرالد. تمام الحين هذا نخليه كذا. تمام ايش اسوي بهاي؟ وش اعمل فيها انا؟ ايش اعمل فيها؟ اوكي نخلي كرافت، ولي كرافتنج تيبل. اوكي يا اوغا انت الحين، والله الشكل مالته حلو. نصنع هاي كذا وكذا 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 وكذا. ليش خطأ؟ ليش يا عيال؟ كم بلوك نحتاج؟ اوكي 32. اوكي راح نصنع بيهن كلهن يا عيال عشان ما بدي ارجع مرة ثانية. اوكي مرة ثانية ما بدي ارجع انا. اوكي يا عيال الحين اتوقع كل شيء تمام. 6 ما يكفن. اوكي 6 حبات زادوا. 42 بلوك يا ساتر، والله كثير يا عيال. طيب نروح بأسرع وقت يا عيال، بأسرع وقت نرمي 10 بلوكات. اوكي 10 بلوكات، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، ونقول بسم الله. وات بيكاكس نذرايت؟ اوكي اخذ، اني مالي علاقة، اخذت بيكاكس النذرايت. يا عيال صندوق. اوكي في صندوق هنا، في صندوق يا عيال بدي افتحه، بس قبل لا افتح الصندوق ابغى اغلق الباب عشان ما يجي شخص ويسرقني. طيب هاي شنو؟ بوشن اوف سرعة يا عيال، راح تخليني امشي بسرعة عشان اخلص التحدي باسرع وقت. اوكي نشربها ونقول بسم الله. يا ويلي. يا ساتر وش هاي السرعة الرهيبة. اوكي خلونا نشوف وش موجود في النهاية يا عيال. انا بصراحة خلينا نركض يا عيال. يا عيال يا ساتر يا عيال والله سرعة رهيبة. طيب وش تتوقعون موجود في نهاية التحدي او المتاهة؟ انا بصراحة ابغى اكتشف زيكم، بس خلونا نكتشف. اوكي
زي ما قلت لكم في البداية المتاهات رهيبة. أوكي وصلت للنهاية مو؟ وي لا والله ما وصلت، أنا أبغى أوصل للنهاية دلوقتي. أوكي خلونا نشوف وش موجود في النهاية. برضو أنا بصراحة من زمان بدي أكتشف وش موجود داخل هاي المتاهات، بس الحين راح نكتشف. والله كبيرة وعملاقة يا عيال، كيف كذا المتاهة هذه كبيرة؟ والله كبيرة. اوكي اتوقع انا وصلت للنهاية، اتوقع هاي النهاية مو؟ لا وين النهاية يا عيال؟ شكلها في مقلب، شكلها في مقلب يا عيال. ابغى اكتشف انا شنو موجود، ابغى اكتشف شنو موجود في نهاية المتاهة يا عيال. الحين لازم اكتشف لاني مستحيل استسلم انا. يلا يا عيال، اوه بدأ يضيق المكان، بدأ يصير صغير. اوكي صار اصغر يا عيال، صار صغير كلش، صار صغير بعد اصغر واصغر. اوكي صار صغير كلش. اي والله في طريق يا عيال. اوه صناديق. صناديق يا عيال موجوده، موجود صندوقين. اوكي خبي هاي، بدي اخبي اغراضي هنا. اوكي خبيت الاغراض عشان ما يطلع في مقلب هنا. اوكي زي ما تشوفون يا عيال في صندوقين، الصندوق الأول هذا صندوق صغير وهذا الصندوق الثاني هو صندوق كبير. طيب أبغى الحين أكتشف وش موجود داخل الصندوق الأول، نفتحه ونقول بسم الله. أنا مغمض عيوني، شنو موجود؟ أوه بوشن، هذا نايت فيجن؟ لا مو نايت فيجن. طيب خلي أشربه ونشوف شنو راح يصير يا عيال. أوه اوكي طلقنا يا بوي. هلا هسه شباب لحظه، وين شو اسمه؟ وين هاي لو؟ لو طحتوني انا خسرت. حتى انا شنو هذا حظي يعني، من اول مره خسرت. اوكي خليني ادخل ايش صار. اوكي لحظه يلا يا عيال راح ندخل يا عيال. اوكي نشوف وين راح ياخذني. اوكي هاي بيكسل، مو هاي بيكسل بارتي. تمام خلينا، يلا يا عيال راح ندخل الجيم بعد تقريبا ثواني معدودة، 5 4 3 2 1. اوكي شباب طبينا اول جيم يا ولد. اوكي يلا يا ولد، يلا يا ولد. اوكي شباب اوكي قول هاي هذا اللون، هذا اللون. اوكي راح يخلص الوقت، راح يخلص الوقت. ثاني مرة طحت. شنو هذا حظي؟ تعال باوع. لا يا عيال شنو هذا حظي؟ هاي شوف علي دافوز. لا يا عيال زين لازم يطيح، لازم يطيح. وين هاي؟ اي اي هاي هاي هاي. لا مو هي زين، مو هي كنت راح اخدعك. يا هي ما تقدر حبيبي والله. شوف اوكي اسكين. اوه يلو 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 يتحرك اللون. يلو يلو اي هاي المصيبة صعبة شوي. تي ان تي. اوكي شباب. تي ان تي. هاي. اوكي شباب. هني قوي. هاي باي سالب شباب قوي. اوكي. هسه يا لون. لا غلط زين غلط. اي هذا هو. كنت راح اخدعك. نايس. وين هو؟ هذا هو. ايزي شباب باقي 9 لاعبين يا ولد. ايزي مستحيل تفوز. وينو هذا مستحيل تفوز يا زين. افوز يا باشيني. اختار. اوكي بكيت من اللاعبين شباب. اوه ايزي. اوكي يا ولد اللي بعده، اللي بعده شباب. طبعا لا تسوي لايك شباب، لايكات. يا رب يطيح زين، يا رب يطيح زين، يا رب يطيح زين. ما طيح ولا واحد طاح. كم تو دبي، كم تو دبي يا عيال، كم تو دبي. اوكي ايه هاي. لا اوه كان رجلتين. ايه طبعا انا ما ركزت وطحت من اول مرة. اوكي هاي يلا شباب باقي 4 لاعبين. يا رب يا عيال اذا طاح زين يا ويلي، ما بدي زين يربح $100 يا عيال. ما طبعا نسيت اقول لكم انه جائزه $100 لاعب واحد مو كل اللاعبين. اوكي وين زين اوه زين هاي شباب، زين موجود هاي شباب. حتى بدون ما اباوع حطوا لايك شباب، هاي حركه اسطوريه بدون ما اباوع. زين خلاص اذا زين اذا انت اخذت اول 3 مراكز خلاص اعطيك $100. اوكي زين متفقين؟
خلاص هذا وعد من عندي لك. يلا خلونا نشوف يا عيال. اوه تستاهل. لو شوف تستاهل تستاهل. يلا يا اللي بعده الجيم اللي بعده يا ولد. اوكي يلا يا عيال الله يستاهل يا عيال يستاهل. اوكي دخلنا الجيم اللي بعده. ايزي بيزي لمن كويز. تمام خلينا نشوف يا لون. اعتقد الاحمر. الاخضر. ممتاز. اي اخضر سهله سهله سهله. اسهل منها ما منو طاح ولا واحد. ما هو اوكي خلي ولا واحد. يلا باقي 3 لاعبين اوقع من حدانا انا وانت. يلا الاحمر الاحمر الاحمر. اوكي ممتاز. ايه ايزي. وات شلون؟ نايس نايس نايس. شلون؟ احمر لا يا نوك. شلون؟ والله يابا اخضر وما كان احمر وردي ما ادري ايش. تستاهل. طحنا. لا شباب يلا الجيم اللي بعده. تستاهل حتى تتأدب. والله الالوان متشابهه. طحت اني. ما اعرف الالوان تتشابه بشكل طبيعي. راح يصير معي غمى الوان. الالوان يعني متشابهه بشكل مو طبيعي فلازم تنتبه. اوكي يلا دخلنا. يلا يلا اوكي شباب رجيناكم بالجيم الثالث يا وليد. اوكي شباب بس شلون؟ سهله سهله سهله. هاي هاي هذا سهل. اوكي يا عيال راح يصير معنا عمى الوان من ورا هذا اللعب. ايه يعني لازم اركز. اوكي هذا سهله يعني. لا موت يعني. اوق الاسطوره. اوكي يعني 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 لا هي ناني ناني بالياباني. شباب كتبوا لنا شو معنى كلمة ناني. اوكي هذا هذا وين. اوكي لو والله ما صار عندي لاج. طاح طحت عندي لاج. البلوكة جتني متأخرة. يلا يا زين يلا يا زين. وين طيح هاي طيح. هاي هاي هاي. والله كان رايد. شوف اني واقف وراك. انا يمك واقف. والله ايوه انا واقف قدامك. ما اشوفك. انا استفتيت ما جيت تشوفني. تمام. استفتيت قول هيك شيء. راح اضربك راح اضربك. اصلا انا خاسرين بالاستفتيت اكيد. لا انا ما خاسر انا فايز. طيح طيح. انت خاسر. تمام طبعا يا عيال التحدي جاي تزداد صعوبته بس زين غشاش. اوكي اي قول لي ايه. طيح طيح يعني. لا ما اغش شنو حبيبي. والله حبيبي كم تو سوريا. لا لا حبيبي كم تو دبي كم تو ايراك كم تو بغداد. لا شباب تستاهل. اوكي شباب شباب اوعدكم الجيم اللي بعد راح نفوز. اوكي نوعدكم يا عيال. زين زين وعدكم. انا ما وعدتكم. اوكي خلينا نشوف يا عيال الجيم اللي بعده مين اللي بده يتحدى. هيدا زين مش قدا. اوكي يا الله. لا انا ادى. لا مش ادى ودود. انا قدى قدى ادها. احنا قدها يا عيال راح نفوز ان شاء الله. احنا اني وزين قدها ان شاء الله. بس انا زين ما واثق بيه ما واثق بيه. اي دونت كير. اوكي لانه بدي افوز اليوم ما اهتم باي شيء. ما اهتم ما اهتم بالنتائج. كيرز مو كيرز. كير كير كير. اوكي اي دونت كير. انا ما اهتم. تمام يلا بينا. I don't care. اوكي يلا شباب باقي 5 ثواني. يلا الخمس ثواني هاي عيال تفيدنا. اوكي يا عيال اوكي دخلنا. اوكي يا شباب يعني راح افوز اليوم. يا الله اي انا وعدتكم ترى يا ولد وعدتكم قلت لكم راح افوز يعني افوز. شلون طحت؟ ماكو مجال. شلون طحت يا الله شلون طحت يا ربي؟ نوب 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 قسما بالله نفس البلوكه. يا ويلي لا مستحيل والله شكله زين يغش. لا لا مستطيل مستحيل يا عيال. لا يا عيال انا واحد شباب انا واحد اتحدى شباب انا واحد باقي. اوكي ولد زين انا وعدتك انا وعدتك اذا تاخذ المركز الاول او الثاني او الثالث راح تربح المية دولار. ايه راح افوز انا اوعدك يا ولد. يلا سوين وين يالو 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 وينو؟ اوه بس زين هذا المطبقة. اوكي شباب من؟ لسه ما طاح الورع. الورع الورع وين؟ لسه يا بلوك شباب يا بلوك متوتر انا. هاي هاي شباب. لا مو هاي هاي. اوه اثنيناتكم خسرتوا. اللي فاز ريكس. اوكي ريكس لا يا ولد ما حد لا لا انا ولا هو فزنا ترى تعادل. لا هو, هو تعادل. انت طحت قبله انت طحت قبله. اوكي والله اوكي ما دام يا زين مكتوب وينر.
ما دام زين اخذ المركز الثاني فاكيد راح يربح ال $100. والحين راح ندخل المباراه الاخيره يا زين، هاي لو قبل الاخيره تريدها. اكيد راح افوز انا يا ولد. تريدها الاخيره لو قبل الاخيره بكيفك. اوكي لا هاي الاخيره يلا يا عيال، هاي الاخيره اذا انا فزت. اوكي لا لا زين هاي خليها الاخيره، اذا انت فزت، انت اصلا فزت بالتحدي ربحت ال $100، عاد ماكو مشكله تمام، ماني راح اتعاقب تمام. اوكي اوكي يا عيال راح احول الزين ان شاء الله $100 في ماينكرافت تمام، ماكو مشكله. اوكي شباب هاي هذا الجيم شباب راح نفوز، الجيم اللي قبله شباب كنا المركز الثاني ما ادري فزنا ما ادري شباب. لا مو لون مو لون مو لون هذا. لا ثاني مره نفس البلوك. ثاني مره شنو هاي اللعبه ياني، شنو هاي اللعبه ياني اوجا. كلهم طاحوا يضحك يضحك يا شباب راح نفوز، انا اوعدكم راح نفوز. يا اخي شلون تعرفوا ما كل بلوكات، انا نوب بهاي المباراه باللعبه. اوكي شباب الشاشه صارت كلها ما ادري ايش احسك ياني. اوكي وين 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 تستاهل. زين لا لا خلينا نعيد المباراه، هاي المباراه الجايه الاخيره. اوكي اخر مباراة. نعيد نعيد مو عدل، ماكو عداله. يلا شباب الجيم اللي بعده، يلا يا عيال الجيم اللي بعده، لانه انا بصراحه حسيت بالظلم، حسيت بالظلم. ولو هاي المره ما راح اوقف بالنص، ما راح اوقف بالنص والله العظيم. خلينا ندخل دخلنا دخلنا هاي المره. شاشتي شاشتي ما ادري شلونها صارت بعد الضحك هذا. يا اخي انت غبي، انت غبي يا اخي، شلون ما اعرف شلون يعني تروح ال اوكي يا ويلي. يعني يعني زين اسطوره. ما يخبى عليك شيء، ما يخبى عليك شيء، انا اديك الامور اكل سمك هامور. انا اديك الامور اكل سمك هامور وزين ياكل بعرور. سمك الهامور اوقع ابو البعارير ياكل من خشمانير ويقاتل مستر بين. بس لا ويت هذا حلو حلو. يلا يلا راح ندخل يا عيال بعد 3 ثواني تقريبا. ويتنج انتظر. في عيال حطوا لايك، اذا ما تحطوا لايك راح كل شيء ما يصير، بس حطوا لايك. اوكي تمام. يلا يا عيال. اوكي اوكي يا عيال. ماما زمنها جايه جايه بعد شويه جايبه معاها كتير حاجات، جايبة معاها شنطة وفيها شوية خيار وبعرور وبوتيتي تماتا بوتيتي. يلا دخلنا زين زين، دخلنا 10 ثواني تقريبا. اوكي يعني اكتبوا لي بالتعليقات شنو اكثر اكلة تحبونها. انا بالنسبة لي احب الدولمة. انت زين شنو تحب؟ ها زين انا؟ اي احب هذا الخيار. طيب يا اخي اوكي لا مستحيلة. نايس نايس. اي والله صحيحة لو طحت. اي تستاهل 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 يا رب صحيحة. ايه خلي خلي الخيار يفيدك، يحب الخيار. يا اخي الدولمة العراقية رهيبة، وينك احلى من الدولمة العراقية والله. الدولمة الدولمة العراقية اني اقيمها 10 من 10 وتستحق تكون احلى اكلة بالعالم او من احلى الاكلات. وين البلوك اللي بعدها؟ يا الله يا الله يا اوكي. اولو زين جاي تراقبني يا زين مو؟ اوكي راقب وتعلم يا زين، راقب وتعلم. لا خطا او باخر لحظه. اوه يا ولدي راقبني يا زين، راقب وتعلم. شوف الاسطوره اوجا شلون راح يفوز. لا خوف عليكم اوجا بين يديكم. شوف 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 الله. جاي تراقبني زين، جاي تشاهدني. ايه شوف الياني اوكي شلون يفوز. صحيح والله اسهل منها ماكو يا عيال، سهله. اتس فيري ايزي، اتس فيري ايزي، اتس فيري هارد. بلشت تلعب يا ولد. ايه من طلعت انت ياني اوكي البطل. ياكل بصل واكل ثوم واكل تماتا اوكي البصل. اوكي حبيبي كم تو اوه الابيض شنو هاي؟ اوكي هذا 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 يا عيال سهله سهله سهله. اتس فيري ايزي، اتس فيري. ها والله لو يصير اضربهم يا عيال كان كلهم طاحوا تمام. منو يا لون يا لون؟ اتوقع هذا سهلة. هذا سهل سهلين هذول ترى. لا حبيبي صعبات، بس انت نوب شو اسوي لك انا؟ او كنت راح اعطيهم زين زين. لا وين سهلين كلش.
هاي سهلة. منو راح يطيح؟ منو راح يطيح؟ منو راح يطيح؟ والله ولا واحد طاح. واحد اثنين ثلاثة أربعة بقوا ضدي، أربعة بقوا ضدي. أربعة بقوا ضدي يا عيال. لا باقي ستة. والله؟ ضدك. ولا واحد طاح. ولا واحد طاح. يعني سبعة بقوا بلايرز، سبعة 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 لاعبين بقينا. أوكي أوكي وين 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 وين؟ إيه إيه صح هو إيه. منو طاح؟ والله ولا واحد يا عيال. نايس. اوكي اوكي باقي ستة. الو طاح واحد، طاح واحد ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. كم واحد طاح؟ ولا واحد. هاي سهلة يا الله. اوكي اوكي سهلة سهلة. اتس فيري ايزي 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 بيزي لمن كويزي ايزي بيزي. او هاي صعبة، هاي بدا الشغل، بدا الاحتراف. يلا يلا يا عيال. اوكي 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 وصلت. منو طاح؟ nothing لا احد. يلا يا عيال من النص من النص من النص نبدي نركض. يس منو طاح؟ ما حد يا عيال. شنو هاي؟ اوكي هاي هاي لقيتها 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 يا عيال لقيتها. منو طاح؟ والله مستحيل شكنا يا عيال مطولين، شكنا راح نطول. هاي اي هي. منو طاح؟ واو والله مستحيل يا عيال. ليش وقت راح نبقى هنا؟ ليش وقت راح نبقى هنا؟ يا ساتر وش ذا يا عيال؟ انا وين كنت؟ لحظة واخيرا رجعت. انا كنت بتحدي عشوائي غريب والله. انا ما مصدق بس الحمد لله الحمد لله يا عيال انا كملت التحدي وفزت به رغم الصعوبة ولكن الحمد لله. اوكي الحين ابغى اكتشف وش موجود داخل الصندوق العملاق الكبير ونقول بسم الله. لا يا عيال مستحيل. هاي شنو؟ ما يصير اخذ الاغراض يا عيال، ما يصير اخذ الاغراض والله العظيم، ما يصير اضغط عليهن. هذا اخذته يا عيال رجع. هي يا عيال ما يصير اخذ الاغراض، وش ذا يا عيال؟ اوكي طيب الحين ابغاكم يا عيال تحطون لايك وتشتركون بالقناة وتفعلون جرس الاشعارات عشان عندي طريقة اخذ الاغراض فيها يا عيال. اوكي صندوق محمي. والله اوكي صندوق محمي، والله ما في حماية تمنع اوجا من السرقة يا عيال. هاي جائزتي اخذها، يعني اخذ الجائزة تبعي يا عيال. شنو عبالكم جائزتي انا اخليها هنا؟ البيكاكسات والاميرالد، يا ساتر الدروع الرهيبة. اوكي اوكي هاي الترا، حصلنا الترا يا عيال، وايضا حصلنا الفاير وورك والهاي الاشياء الرهيبه والنذر ستار. واو يا عيال رهيبه والله العظيم. اوكي 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 ابغى اخذ هاي الاغراض باسرع وقت. الحين بدي اسوي شغله اللي هي نستخدم البوق يا عيال. نسمع الصوت. اوه والله حلو الصوت. حلو الصوت. اوكي نجيب الفاير وورك والحين ابغى اصعد انا نشوف المتاهه من السماء. واو والله المتاهه يا عيال كبيره ما شاء الله. اوه متاهة دايمود متدمرة مدمرة يا عيال. فا اوكي شباب بنات الحمد لله والشكر، مثل ما شفتوا انا الحمد لله والشكر فزت بهاي المتاهات الاسطورية. الحين ابغاكم كلكم تحطون لايك وتشتركون بالقناة وتفعلون جرس الاشعارات، ويا رب عجبكم هذا الفيديو وتابعوني على الانستغرام، رابط حسابي مال الانستغرام بالوصف، وايضا تابعوني على سيرفري بالديسكورد. اللي بده يصور معي او يبغى يصور معي يا عيال الرابط مال سيرفري بالديسكورد، ابغاكم كلكم تدخلون عشان راح اعمل فعاليات ومسابقات حلوة كثير. وبس مع السلامة، باي باي.